حياكم الله مشاهدينا ومتابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، واهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. بعد أن ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل العراق وخدمة البلد، تم توزيع قطع أراضي لعوائل الشهداء وجرحى الحشد الشعبي وشهداء سبايكر في قضاء قلعة سكر التابعة لمحافظة ذي قار أكثر من ثلاث سنوات منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن بلدية قلعة سكر ما قصرت ويا العالم، أغرقتها بمياه الصرف الصحي وأصبحت غير صالحة للسكن، علما أن أغلب العوائل اللي هم المفروض يستلمون هاي القطع هم يسكنون التجاوز والإيجار وما عندهم أي بيوت ملك صرف أو مكان ملك من منتسبي الجيش والشرطة ومن المصابين. وصلتنا مناشدات من مجموعة من الأهالي بعد أن عجزوا عن طرق جميع الأبواب، طرقوا باب المعتمد لنقل الصورة للرأي العام والمسؤولين. فعلى الجميع بعد أن خزموا يعني البلد بأرواحهم وأنفسهم، طالبوا اليوم بإيجاد الحلول لمشكلة القطع. نفتح ملف الأراضي لعل المسؤولين اليوم يحسون بالمسؤولية تجاه أبناء بلدهم اللي ضحوا بالغالي والنفيس لكن دون أي مقابل من الحكومة الموقرة. خلينا نروح نشوف تقرير عبد الله الطائي، من بعدها نرجع نكمل وياكم فقرات برنامج المعتمد. مناطق غير صالحة للسكن تم توزيعها على ذوي الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي وشهداء سبايكر في قضاء قلعة سكر قبل ثلاث سنوات، مناطق تغرقها مياه الصرف الصحي، فكيف تصلح لإناس ضحوا بالغالي والنفيس من أجل خدمة العراق؟ فالحكومة عاجزة عن تكريمهم بمكافأة أفضل، فهل الدماء العراقية رخيصة إلى هذا الحد؟ ولماذا هذه المفارقات بين السياسيين والشعب؟ وإلى متى تستمر معاناة المواطن العراقي العاجز عن السكن بمناطق تليق به وبيوت تكون ملكا له في بلد الخيرات والثروات والحضارات؟ بعد أن عجزوا عن طرح مشكلتهم للمسؤولين، طرقوا باب المعتمد لتكون المشكلة قضية رأي عام ويطلع عليها الجميع. نفتح ملف هذه الأراضي لعل من مجيب يجب على أسئلة أناس تحاربهم الظروف والحكومة. شكرا لزميلنا عبد الله الطائي اللي عد لنا هذا التقرير. احب انا وللساده المشاهدين اليوم راح تكون الاتصالات مفتوحه خلال الحلقه، اللي يحب يشارك يعني الارقام راح تظهر اسفل الشاشه. يعني المشاكل اليوم مشاكل هوايه، ويعني هاي اهم مشكله واهم عائق تواجه يعني عوائل الشهداء وجرحى الحشد الشعبي وايضا شهداء سبايكر. هذول الناس اللي ضحوا بكل شيء عندهم، المقابل اليوم اي مكافاه ما اكو لهم من الحكومه العراقيه. شنو السبب؟ يعني اليوم نحب نوجه سؤالنا للسيد المسؤول او الساده المسؤولين بصوره عامه يعني والاحزاب وغيرهم. يعني اليوم انتم تقدرون يعني تقعدون بهيجي مناطق، يعني مناطق غير صالحه للسكن، يعني اليوم مناطق تغرقها مياه الصرف الصحي، مناطق ما يقدر البشر يعيش بيها، واذا عاش بيها ممكن يصير له امراض. اليوم نوجه تساؤلنا للسيد المسؤول، تقدر تقعد حضرتك بهيجي منطقة؟ عندك القابلية والجرأة تسكن عائلتك وأهلك بهيجي مكان وما تخاف عليهم ليصير بهم شيء؟ أكيد ما تقدر. زين لعد ليش هاي التفرقة اللي دا تصير بين أبناء الشعب والسياسيين والمسؤولين؟ خلي نفسك بمكان هاي العوائل، افقد لك اليوم شخص عزيز عليك يروح شهيد ويضحي البلده وتنطيه هيجي قطعة أرض بهيجي مكان. زين اليوم نوجه تساؤلنا البلدية قلعة السكر، شنو السبب اليوم انتو أغرقتوها بمياه الصرف الصحي؟ ليش البلدية ما تتابع الموضوع رغم العالم انه ناجدة وطالبة أكثر من مرة لكن أي استجابة؟ ما كل مطالبهم طلعوا والظاهرة وما خلوا باب ما طرقوها، ما خلوا مسؤول ما وجهوا للمناشدة ما وجهوا للكلام، لكن شنو الفايدة؟ العالم ما تقدر تسكن بهاي المنطقة، اسمهم عندهم قطع أراضي، اسمهم عندهم قطع سكنية، لكن أي فايدة ما بيها، مجرد عنده سند مخليه بالبيت جوا المخدة ونايم، أي فايدة ماكو منه.
لان العالم هم تخاف تسكن بهيك مناطق، يقول لك انا شنو ذنب عائلتي اروح يعني اعرضهم للمرض، اعرضهم للفيروسات، اعرضهم لمشاكل صحية، هم يحتاج كم فلوس يذب عليهم حتى يقدر يعالجهم. هاي القطع الاراضي الفارغة التارسة، العراق صايرة صحراء قاحلة، وزعوا للعالم من هاي القطع احسن ما باقية فارغة صايرة مراعي للحيوانات، طوها للعالم، خلي العالم تستفاد من عدها. ما نعرف اليوم ليش هاي التفرقة السياسية دا تصير، شنو السبب؟ يعني هاي عوائل الشهداء اللي راح لهم عزيز وغالي، اللي فقدت زوجها، اللي فقدت ابنها، اللي فقد اخوه، اطفال تيتموا، نساء ترملت، زين هاي ليش يعني؟ ليش ما تعوضوهم بشي ممكن يليق بيهم؟ ولا هو ذا العزيز راح يعني شي يعوض البشر بعد؟ بس ممكن هذا ابسط شي انتو تقدموه لهم. اذا هو يعني صح العزيز راح يقولون، بس هاي العوائل اليوم ما عندها معيل، شلون تعيش؟ عالم كلها قاعدة ايجار، عالم اليوم متبهذلة، كاتلها الضيم، كاتلها الجوع. ما فكرتوا بيهم هاي العالم شلون تعيش، شلون تاكل، شلون تشرب؟ اذا هو اقل ايجار ب 300 ب 400، هذا عود اقل ايجار يعني باسوأ منطقة، زين اللي ما عنده شلون يدفع ايجار؟ شلون يدفع مولده؟ شلون يدفع سحب؟ شلون يدفع انترنت؟ اليوم كل شيء بالعراق صار لازم تشتري، حتى المي، بقى بس الهواء معتمدين على رحمة الله، هم زين ما نشتري، هم باكر عقبه يجوز هم يصير الهواء يبيعوه على العالم، بس هاي البقت. زين كافي حسوا بالعالم، شوفوا لهم صورة حل. العالم شنو ذنبها؟ ابنوا مجمعات سكنية، مجمعات تليق بهاي العالم. ابني مجمع سكني، هاي عندنا كم قطع اراضي فارغه، استغلها بالشكل الصحيح، اشتغلها يعني استغلها هاي القطع بصوره صحيحه، ابني بيها مجمعات سكنيه، اشغل هاي العالم العاطله عن العمل، اشغل الايادي هاي يعني اشغل القطاع الخاص احسن ما قاعدين، ابني لي مجمعات سكنيه، اسوي بيها مستشفيات، اسوي بيها مدارس، يعني ايش راح يصير؟ تنقلب الدنيا؟ اجيب مستثمرين بالعراق هم يشتغلون يكملون ويروحون، احسن ما باقي هاي القطع فارغه والعالم متبهدله بالايجار والعالم كاتلها ضيم والجوع، اللي يفكر ينتحر واللي يفكر يبوق واللي يفكر يفخخ نفسه على شنو غير على مود العيشه؟ المتسولين تارسين الشوارع، العالم اللي تبيع كلينس، اللي يبيع مي، ولا هو الشغل يعني مو عيب، بس كافي حسوا شويه بالعالم. ويا الاتصال، الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اخوتنا ممكن نشارك احنا نعم عزيز بالبرنامج تفضل، مالكم انت بالجو. ونمثل معاناتنا اكيد. نعم، انا احد الجرحى اللي حصلوا قطعه هاي الاراضي، نعم، من ضحايا الارهاب، ومن وهي اخوتي المنتسبين بالجيش والشرطه اللي حصلوا الجرحى والشهداء. نعم، حصلناها قبل 4 سنوات من 2017، ويمكن دزيناكم هم نسخ من السندات. نعم، ولحد الان احنا بسنه 2021، لحد الان المنطقه غرقانه مثل ما شفت بالتصوير. الناشد المسؤولين ماكو حل، الناشد البلديه ماكو حل، زين اكو منطقه يذبون مجاري صرف صحي عليها ظاهريه، نهر مسوينه نهر ساقيه ساقيه نهر شايفين اكو بالعالم كله اكو ساقيه ساقية يعني ماكو يتكرر. يعني هسه هي الصور معروضة على الشاشة، زميلنا المخرج عرض لنا اياها. نعم الله. زين زين حسب قانون 57 والعراق والاقصاء الحسكية والحربية انه انا مشمول بقطعة ارض، او تنطيني بدل قطعة ارض 50 مليون وهذا نص عليه القانون. زين انت ليش ما تطبق القانون؟ ليش من يومكم تريد تطبقون القانون؟ خلال لحظات الجرس قلم تطبقون القانون، ليش انا اللي ضحيت اللي دافعت واللي مشيت ما في ليش؟ شنو الغايه من هذا الاهمال؟ الى متى احنا الناشد الناشد الناشد؟ هاي صار 4 سنوات هاي السنه الخامسه احنا داخلين جيش وماكو نتيجه وماكو حل. احنا نتمنى من المسؤولين انه يسمعون صوتنا حسب يعني بالنسبه
من خلال برنامجكم، ويا ريت يعني يسمعون صوتنا ويلبون طلبنا، يعني اما يردموها هاي المجاري او يفتحونها الابيد من هاي العملاقه اللي موجوده مال المجار الصرف الصحي، او يتكلوها بالسبيت باتربه بدون خدمات مي مجاري كهرباء. زين اخوي اريد نعرف اليوم شنو مطالبكم؟ اغلب العوائل الشهداء قاعده بالتجاوز. نعم. قاعدين اجار، واللي جرح اللي قاعد ويا اهله بغرفه ما تكفي اربع حياطين هو وجهاله وزوجته. شو اللي عملته؟ زين يعني انتم من ناشدت المسؤولين، يعني ايش كان ردهم لكم؟ بس كتابنا وكتابكم وراح نجري هي تشيز، يعني هي المنطقه اصلا فيها ابار نفط، فيها سبع ابار نفط احتياطي. منطقة قلعة ستر فيها حقل الغراب، فيها منافع اجتماعية المفروض يعني العلمين يستغلوا هذا الشيء ويصرفوا لهاي المناطق الناس العوالي اللي ضحت. يعني شو سبب هذا الإهمال لهاي المنطقة؟ ما أعرف شنو السر، ما أعرف. يعني الناس بس تتفرج وناس بس ما أعرف شنو السر. يعني أجيب مضخات، أجيب آليات تنقل هاي المجاري. شو ذنبنا احنا هاي العوائل هاي اللي منتظرين؟ شو كنت منتظرين؟ مو؟ اكيد الله يعينكم. والله ما عزيزي ان شاء الله رسالتك توصل يعني للجهات الحكوميه، وان شاء الله شويه يفكرون يعني يحسون بالمسؤوليه، يعني انتخابات جايه على الاقل استغلوا هاي الفرصه حتى العالم، شو تردون تنتخبكم اذا انتم قاصرين تجاه ابناء بلدكم؟ الو يعني وياك تفضل. نعم ويانا اتصال ثاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ملازم عليكم من بغداد. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك اختي. اختي العزيزه احنا عندنا قوانين شرعت من خلال مجلس النواب العراقي. نعم. وصادق عليها رئيس الجمهوريه. ونشرت في جريده وقائع العراقيه تعد نافذه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. نعم. عندنا قانون الخدمه والتقاعد لقوان الامن الداخلي رقم 18 سنه 2011. تعدل هذا القانون في سنه 2013. اعطى للشهيد والمصاب بالعوق الكلي راتب أبرانس زائد 50% من الراتب اللي يستحقه. نعم. عدم قيام وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية بالعمل بهذا النص. فقط راتب أقرانك ما طبقوا ال 50%. هاي النقطة الأولى. شوف الحرمان باتجاه عوائل الشهداء والجرحى، نتكلم بكل صراحة. اجانا قانون 57 لتعويض ضحايا الإرهاب تعديل الأول لقانون 20. أعطى لذوي الشهداء والجرحى وحدة سكنية أو شقة أو قطعة أرض زيدة أو بدل مالي. نعم. أربعة ماكو اختصاص له. صار لقاء مع رئيس الوزراء بالشرطة الاتحادية وتكلمنا وياه بهذه المواضيع، واعطيكم معلومه اختي العزيزة من خلال الإعلام وكان الشعب العراقي يعرف. عدم قيام الحكومة العراقية بصرف دينار واحد على شهداء وجرحى وزارة الداخلية. كلها مشتركاتنا الخاصة من صندوق الشهداء وصندوق الضمان الصحي. نعم. وزارة الداخلية مجلس الوزراء وضع مجلس النواب خصص لنا دينار واحد للعلاج. خلي يسمعون وزارة الأمن والدفاع ايش كم نائب موجود؟ ما خصصوا دينار واحد لعلاج الشهداء والجرحى، حتى ما خصصتوهم للعلاج. خصصوا لهم قطع أراضي جيدة أعطوهم بدل نقدي هاي شرح، بس ما يهمنا مظاهرة فارغة. كل واحد يطلب الدولة 50 مليون، اعطوهم شقة ونبات ياخذوه من رواتبهم، قضوا عليهم. لا أنطيك ولا خلي رحمة الله تجيك، احنا بنعاقب الشهداء والجرحى. نعم. بنعاقب هاي الناس اللي فتحت في الوطن، اللي قدمت سندات اكبادها. تعرف اختي العزيزه ايش كان عندنا مصاب بالحبل الشوكي مكسور اطرافه، اليوم بيعاني مكافاه بنهايه خدمه. لحد الان صرنا ما اعرف احنا بلا دوله، دوله ما قدرت تطبق القانون. شهداء وجرحى من 2003 لحد 2013 شهر 12 يقول لك تمام مشمول. من 2014 ما فوق التمشمول، ما اعرف احنا عندنا قانون. شو سبب هاي التفرقه؟ او هذا القانون يعني شو الصدر؟ القانون تعديله. نعم. الذين لم يستلموا مكافاه نهايه خدمه يستحقون مكافاه خدمه حسب القانون تعويضا فورا جرائم عمليات ارهابيه واقتال عسكريه
رقم 2 سنه 2020 هذا القانون 2020 كانت 2003. نعم. ثم معناه شكو شهيد او جريح موظف يستحق مكافاه نهايه خدمه اللي ما مستنيه من 2003 2003 وسووا جرده التفاعليه الوطنيه وبيت التنظيمات الماليه، لكن نتفاجئ يعني احنا من جاي نعرف الدوله شنو؟ ما جاي نعرف المسؤول شلون جاي يفكر؟ ليش يفرقون بين ابناء شعبه؟ يعني زمن النظام البائد الى 83 مليون. يعني قتل الارهاب 50 مليون. نعم. نعرف احنا وين 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 احنا بنصير بالبلد؟ انتم رجالات الدوله اللي جايه تحكم البلد من رجال دولي. الماده الدستوريه الماده الدستوريه اللي بالقانون بتسال العراق العراقيين متساويين امام القانون. ما خفرت من عراق العراقي. ليش تفرقون بين دماء الشهداء انتم؟ الماده 16 بالدستور العراق العراقيين متساويين بتكافئ الفرص. نعم. ليش تفرقون بين ابناء شعبكم؟ يعني ابسط الحقوق. بيحاربون بعيال الشهداء خاصه اللجنه الماليه باداره مجلس النواب. المثل صار 65 خاصه لكم دولار واحد من كل برميل العوائل الشهداء زي حنا قضيتها مثل ما عوضت الكويت. وهذا ابسط شيء ممكن يعني يقدموه لكم. يا اختي العزيزه والله ما جاي يحلون قضيه، جاي يزرعون المشاكل، يعني اقليم كردستان ما جاي يعطيك نصفه ولا جاي يسلمك حدوده وجاي تخصص له موازنه. وين اللي يسلم لك اياه؟ جاي تبيع اصول الدوله، المحطات، المعامل، ما اعرف احنا من جاي يحكمني؟ مثلا اجندات خارجيه جاي تحكم العراق، ما ولد البلد ما خارج البلد اللي جاي يحكم العراق. يعني مع الاسف يعني الله يعينكم على هاي المشكله صراحه، يعني اكيد اغلبكم قاعدين ايجارات والعيشه صعبه اليوم. شو تحب توجه رساله يعني للحكومه؟ والله يا اختي اوجه عوائل الشهداء اليوم اتحدوا بوجوهكم يقشمرونكم زين الشهداء والجرحى بامانه لحقوقنا. لا هسه الموازنه موجوده بعد ما مصوتين عليها، خلي حقوق الشهداء والجرحى بالموازنه، قلتوا حقوقكم. كافي تلاعب عوائل الشهداء والجرحى. معاملات زاد متاخر، احنا نزل فرعيه مال التعويضات ادعو قناتكم. نعم. وشوف المعاملات زاد متاخره، معاملات عوائل الشهداء والجرحى بمحافظه طلبه، روحوا شوفوا المحافظه نزلت التعويضات، روحوا شوفوها. شوف المعاملات ايش كم سنه صار معامل الشهيد، وانا جاي نزل اردن وفوت لجاء على عين وعلى راس، انت من داخل بلدك ما حليت قضيتك. نعم. جاي تعكر قضيتي، شهداء وجرحى ومعاطين، ما يقدر يراجع على هذا الوباء. معاملات جاي تخلون قنابل في المعامله مال الشهداء والجرحى. زي بالنسبه لهاي القطع الاراضي يعني اللي موزعيها محافظه قاع قلعة السكر، يعني انتم مشمولين بها؟ لو توزعت على ناس وناس. مقابر جماعيه، مقابر مال اطفال، ما بها خدمات. ايش فكرت تبني عائله الشهيد اختي العزيزه؟ منين عائله الشهيد؟ عنده بناء، عنده فلوس يشتري بيه. وين الخدمات اللي بيها؟ او الجريح المعاف، وين الخدمات اللي بيها؟ المفروض يكون مناطق مخدومه بها خدمات بها جميع وسائل الراحه. نعم. الله يسلمك. شكرا جزيلا لاتصالك عزيزي، شكرا لك. يعني صراحه ما نعرف ايش نحكي، يعني مشكله كلش كبيره يعني تواجه عوائل الشهداء والجرحى ويعني شهداء سبايكر. اكيد يعني احنا نتمنى الرحمه والغفران لكل شهداء العراق وبالاخص شهداء يعني الحشد وشهداء سبايكر وشهداء الجيش العراقي والشرطه وكلهم بدون استثناء. يعني احنا اليوم ما نفرق بين احد، يعني بالاول وبالتالي هم شهداء عند ربهم. زين، بالمقابل اليوم الحكومه لازم تتعب على هاي العوائل، لازم تكرمهم. اليوم يعني العائله اللي فقدت معيلها شلون ممكن تعيش؟ شلون ممكن توفر اللقمه لهاي العائله؟ شلون ممكن تدفع الايجار؟ يعني يوم الحكومه ما اعرف ليش ما تفكر بهاي العوائل. يعني مو حق العراقي من يطلب هجره لو يروح يهاجر وتتعتبون عليه يقولون عاف بلده لو باع بلده؟ طبعا يبيع، هذا هو كل شيء ملاقي ببلده. طبعا اني اروح ادور جنسيه بغير بلد لاقي خدمات، لاقي امان، كل شيء متوفر، ليش ما ابيع جنسيتي؟ ليش ما اترك بلدي؟ ليش هو شنو المتوفر ببلدي حتى ابقى؟ لا تعيينات اكو، لا فرص عمل اكو، اليوم حتى القطاعات الخاصه صارت بالواسطات وبالعلاقات يشغلوك. ما عندك واسطه لا علاقه، تقعد بالبيت وتسكت. ويانا اتصال هاتفي. الو؟ يلا. الو؟ عزيزي بس نصلنا صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. نعم تفضل. شلون
السلام عليكم. عليكم السلام. الو يا اخوي احكي سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي، اذا تسمعني وطينا صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. اخوي العزيز الو. السلام عليكم. عليكم السلام، من ويانا؟ انا وياك عقيل. بالنسبه عقيل الاخ علي حيال ان شاء الله ما قصر يعني يكمل كلامنا وبارك الله فيك. نعم. وشرح لكم شرح مفصل عن قانون 57 وعن تفاصيل القانون. نعم. والتشريع. بارك الله فيك. فاحنا سبع من خلال قناتكم نحب يعني بس وياكم ناصي نعم تفضل انت بالجو عزيزي، بس يا ريت صوت التلفزيون يعني تنصي وتسمعنا بس عبر الهاتف حتى ما نضطر انه نفقد الاتصال. ان شاء الله ان شاء الله. نعم تفضل. الو الو عزيزي وياك ونسمعك، بس يعني روح بغير مكان يعني شوي ابتعد على التلفزيون. ماشي ماشي ماشي. بالنسبة للقطع اللي توزعت لنا احنا يعني نحاول ان نلقى صورة حل ويا البلدية وحتى ما فهمتكم يعني قبل شوية. نعم. انه القطع الاراضي اللي توزعت لنا يعني المفروض وياها 30 مليون منحة للشهيد. هاي همين قد فترة يعني حبينا ننوه عليها. نعم. يعني اذا وياها 30 مليون منحة للشهيد في سبيل البلاد. الشهيد والجريح لو بس الشهيد. حوالي شهيد بقوا منو لهم؟ زين هسه احنا لا من ال 30 مليون وبالاضافه الى القانون 57 اللي ضمن لنا انه بدل قطعه ارض 50 مليون كبدل سكن او كبدل وحده سكنيه. وحسب ما نوى الاخ عيال قبل شوي يعني اكو موجود هاي الشقق اللي قاعد يسووها، شنو هاي الشقق؟ انطوها لحوالي شهداء. شنو يعني يعني تبين لكم مستثمرين موجودين؟ شو خير من الله قاعد تجيبون ويكون الفل؟ وين قاعد تروح هاي الفلوس؟ مليارات. وحسب ما من اول قبل شوي يعني الموجود حقل الغراب الموجود هو قريب على هاي المناطق يعني خلال يعني يمكن 10 دقائق الحقل الغراب شركه بترولات موجوده عن القطع الاراضي. يعني مسافه 60 كيلو عن يعني هاي المنافع هي موجوده المفروض همين ينطون من عندها هاي العوائل حتى تقدر تعين نفسها تقدر تبني تقدر تسكن. اكيد الله يعينكم. زين اخ عقيل نريد نعرف انه هاي المنحه نسويها للراي العام العالمي وللشعب حتى ولجماعه الشهداء يتحركون ونشوف شلون بعد النتيجه مالتها. نعم اريد نعرف هاي المنحه يعني العوائل الشهداء فقط لو شملت يعني الجرحى؟ العوائل الشهداء فقط يعني الجرحى مو مخصصين. منحة العوائل الشهداء ولحد الان ما استلمتوا اي فلوس. الجريح الى قرض 30 مليون يقدر يبني به وحده سكنيه. زين. مو مشكله انت وينها؟ وشلون نقدر نبني؟ شلون يعني بس زين يعني اخ عقيل هي ال 30 تكفيك تبني بيت؟ يعني ما ادري لو تقول لنا يا استثماريه نسوي منتجع سياحي كان يجوش يصيدون بها سمك او يصيدون بها طيور. وحسب ما قاعد تشوفون انتم بالصوره شنو الوضعيه اللي موجوده؟ اكيد يعني الصور ظاهره على الشاشه اذا نشوف احنا يعني مناطق غير صالحه يعني للسكن وللعيش. أكيد أكيد أكيد. زين أخ عقيل أريد نعرف يعني أنتوا ناشدتوا البلدية يعني رحتوا هناك حشيتوا ويا البلدية؟ أخ عقيل شكرا لاتصالك، ويانا اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أختي العزيزة؟ أهلا وسهلا، من ويانا؟ أنا الجريح علاء حسن منصور من محافظة كربلاء. اهلا وسهلا بك اختي. احنا جرحى مضحين، ضحينا للبلد. نعم. وانطينا جزء من كامله. انا احكي وياك عندي متر فوق الركبه. الله يعين. وزاره الداخليه تعاقدت ويا مركز اطراف
صناعية رديئة مركز الوارد. فأبطال الأطراف حسبوها عليها بسبع شتات الطرف على الضمان الصحي التابع لوزارة الداخلية. يعني الطرف الواحد بسبع شتات؟ نعم الطرف الواحد ده يبيعه بسبع شتات؟ الطرف الواحد سبع شتات حسبوها علينا. ليش يعني هذا الطرف صانعي من ذهب؟ يقول هاي اطراف ذكيه والطرف اللي بسناه احنا ما قدرنا نمشي به اسبوع. رجعنا لابو المركز يقول روح لوزاره الداخليه، روح لوزاره الداخليه اذا بنعرف الضمان الصحي. نروح لابو الضمان الصحي يقول شو اسوي لكم يعني؟ يعني احنا وين نروح؟ احنا الناشد من قبل القناه مالتكم ان الناشد السيد وزير الداخليه يسوي لنا حل. لان احنا مضحين. يعني احنا ضحينا للبلد. اعطينا رجلينا. يعني هيك جازونا؟ وانا مو بس انا، يعني احنا مجموعه يعني هوايه مجموعه كبيره، يعني احنا بينا تقريبا بال 70 واحد. الله يعينكم. يعني ان شاء الله رسالتك توصل لمعالي وزير الداخليه، يعني وان شاء الله يعني يشوفوا لكم صوره حل. يعني اذا اطراف صناعيه بسبع شدات وما يقدر بشر يمشي بيها ويمارس حياته بشكل طبيعي، وين السبع شدات؟ شكرا لاتصالك اخ علاء. نحب نذكر الساده المشاهدين ايضا اللي يحب يتصل، الارقام ظاهره اسفل الشاشه. نعم ويا اتصال. الو الو تفضلوا. عليكم السلام. على خصوص القطاع، احنا من قلعه سكر، من قلعه سكر. نعم اهلا وسهلا، منو جاي بالبدايه؟ ضياء وياك. اهلا وسهلا بك اخ ضياء. نعم تفضل. بس انا صرت بزر خوي. على المود هاي مال جرحى والشهداء يفتحون عليها المجاري والهاي. نعم. وصينا كل المسؤولين وهاي ولد حمص بس حضر على الورق. زين اخ ضياء اليوم شو تطالبون الحكومه؟ نطالب خدمات، يعني هذا يعني الشهيد والجريح اللي يضحي وهذا الوطن. زين يعني اخ علاء انتم يعني رحتوا هناك للمنطقه شفتوها، يعني تقدرون تروحون بها لو اصلا ما تقدرون؟ رحنا راجعناهم بس حضر على الورق. ماكو مقرفه لحد الان، صار لنا فتره راجع. يعني حد الان ما مخصص لكم هاي القطع، مجرد يعني سندات؟ ما لحد الان كل شيء ما، حتى المحافظ، المدير، المجاري، مدير البلديات. نعم. كلها راجعنا وما في لحد الان كل شيء ما سوينا. يعني مجرد عندكم سندات؟ يعني ما فارزين هاي القطع؟ لا فارزينها وموزعينها ومطينا طابوات. زين. سندات. يعني رحتوا شفتوها موجوده هاي القطع. بس غير صالحة للسكن. مفروضة كاملة مصفرة البلدية. نعم. ايه. زين، ضياء يعني ناشدتوا البلدية، رحتوا سألتوا شنو السبب يعني هم يخلون مياه الصرف الصحي بهاي المنطقة، يعني هذا العمل متقصدين له؟ بالمجرى، السبب بالمجرى. سبب وين؟ بالمجرى هاي مال الصحية. زين. ويعني البلدية ما تقدر تشوف لها صورة حل؟ الراجع يقول شو تسوي الحل؟ يقول صرف ماكو ما ادري شلون. ولعد هاي العالم اللي قاعده ايجارات ومتبهدله شنو ذنبها؟ شو تسوي بعد؟ راجعنا كل حتى المحافظ سووا لنا طلب وبالبلديات سووا لنا طلب لحد الان ماكو شيء. صار ايش قد من قدمتوا الطلب؟ ذاك اليوم قدمت جماعه ورحنا بالبلديه نقول ها شو تسوي صرف ماكو. الله يعينكم. كان جزيرة اتصالك ضياء. شكرا. يعني اذا بلدية يعني صار لها اربع سنوات ما لاقي صورة حل وما مسوية منفذ ثاني لهاي المياه الصرف الصحي. يعني ايش تنتظر بعد؟ العوائل يعني ناشدت وطالبوا يعني اليوم يكون عندهم بديل، لكن لحد الان يعني اربع سنوات يعني معقولة ماكو موازنة مالية؟ أربع سنوات يعني ما تقدرون تشوفون صورة حل لهاي العالم اللي متبهذلة؟
يعني ايش تنتظرون؟ بس اريد افتهم يعني ايش تنتظرون؟ اذا 4 سنوات اي صورة حل ماكو. هي مياه مجاري اسوي لها خطة ثانية، مشروع ثاني، واخليها تروح بغير مكان. زين انتم ما تخافون على هاي العالم؟ شلون يعني راح تقعد بهاي المكان؟ منا الريحة، منا الوباء اللي تارس الدنيا، منا الامراض، واغلبهم يعني عوائل عندهم اطفال، عندهم نساء. يعني هذا الشهيد اللي ضحى بجسده في سبيل الوطن، هذا الجريح، يعني ليش هذا التفرقة؟ ليش هاي يعني اليوم المسؤول حضرته ياخذ قطعة بأي مكان يعجبه، عشاط وين ما يعجبه وبأرقى منطقة، والشهيد اللي ضحى بدمه وضحى بوطنه، لو الجريح اللي فقد أعز جزء بجسمه يمكن اليوم ينطو قطعة بمكان غير صالح للعيش بنص الصرف الصحي. وين العدل المساواة والعدالة؟ تحجون من 2003 لحد الآن المساواة والعدالة وماكو تفرقة وكلنا واحد وسياسة جديدة وماكو لا محاصصة وكل شيء ماكو لحد الآن، يوم بعد يوم للأتعس. وين تروح العالم تهج؟ شو تسوي العالم؟ إلى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا يوم غد إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. لكن قبل لا أختم اليوم نوجه رسالتنا لكل شخص مسؤول بالدولة، قدم خدمة لأبناء بلدك قبل لا تخسرهم. انتخابات جاية، استغل هاي الفرصة، إذا أنت صدق تريد ينتخبوك قدم لهم شيء. نتمنى الرحمة والغفران يعني شهداء العراق جميعا، والصحة والسلامة لجرح الحشد الشعبي وجرح الجيش العراقي وكل العراقيين. واليوم التزامك بالبيت عزيز المواطن هو دليل وعيك وثقافتك. التزم بالإجراءات الوقائية، حافظ على سلامتك وسلامة أولادك، لأن إحنا مقبلين على وباء خطير. التزامك اليوم ممكن تحافظ على حياتك وحياة عائلتك. نتمنى الصحة والسلامة لكل العراقيين. تحياتي لكم وتحيات كادر العمل جميعا. مع السلامة.